ما تقطعوش بلا ما تفرع يدك بلا ما تقطعوش بلا ما تبقى تعذب فيك. السلام عليكم الخوش، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه مزيانه ان شاء الله. فيديو جديد كيف العاده الخوت، الروتين اليومي تاع العمل. خليكم معنا الخوت، نشوفوا اليوم كي غيدوز ان شاء الله باذن الله، ونتوكلوا على الله ونبداو بسم الله الخوت. الله يبارك فيك، راك خدام. هاتم كتشوف الكابل طايح، حنا دابا راه جينا نصوبوه ان شاء الله. ها واحد اللاعب اخر لهيه، ودابا غنصوبو هاد الكل ان شاء الله، وغنمشيو نتسلم على الكوردو، ريكوردو هاد الكليان. ها السما هدا، السما كيتقن الخدمة والله العظيم. كاين شوية تمارة الدراري ولا ما نعطيهم، هي هي هادي مصدعنا هاد الموطور معاد آخر الصباح صافي. والله يعطيك الصحة، راك ناضي وراك ناضي سلاك. صافي انت ساليتي، انت ساليتي. ارتاح ارتاح شويه بعدا سالينا التقين. صرح لكم دابا شنو كاين هذا خوتي. يلاه بناو كان الكابل دايز ديريكت، وين فاش خدموا بناو طايحوا. المهمه ديالنا راه باينه الخوت، دابا خصنا فيكسيو ونقادو هادشي كما كان. كيف كتشوفوا هادشي كامل شوري لي كلشي مقلاه لا عاوتاني لا وهاب عاوتاني غادي هو مشى مشى هو هو الصادق فيك تا واحد الدري هو لا واحد اللاعب شتي. كاينه شويه تمارات الدراري ولكن هذا ما عطل. نبدا نشوف عاوتاني هاد الخوت الصناطي، وما كان غير هاك وراه. يلاه خليكم معنا شاب. ها انتما كتشوفو كيقد دابا الكابل اللي طايح،
غنقدو من هنا وغنمشيو لهيه نجبدوه. ها انتم ركابو لا جاي من له هاكا البنس. هاهو هاذيك السميطة صاحبي، هاذيك السميطة غنمشيو نتبعوه شوفو. لا صندوق هذا، ها انتم كتشوفوا الكابل دابا راه تهز لفوق. ما تزليش سماطينا تيراج غير سلك مع وصا فيك ما يشد بك سلو. ها ما يشد بك سلو. هذا هو هو مطند مزيان. وسربا ما عاد راه الشمس اصاح، وسربا راه قتلتنا الشمس. واخا فيها الفيتامين دي ولكن صعيبة. ها يا شنو اللي خدام راه ما كيحسش بيه. هانتم كتشوفو هاهو كمل دار دابا غير السماطي.
عجم دابا كتشوف دابا راه تهز مزيان هو غادي طالع شفتي مازال ما رجعتيش داك لي زابوني اللي ليا هذاك لي زابوني مازال ما رجعت ما عنديش انا لا تورنوبي ها انتما كتشوف دابا راه قريب يكمل هادي كلالو بياك على بوك انا دابا شغل كان صايي شايط المو بزاف أهو سلام توفيق مزيان كما كتشوفوا الخوت دابا سالينا هاد المهمة سالات تكلات بالنجاح كما كتشوفوا الكعبة رجع كما كان أهو شتي بقات لنا حاجة وحدة غنجمعو المطارية إن شاء الله نشارجيو في الطوموبيل ونمشيو لشي خدمة أخرى إن شاء الله يلاه خليكم معنا خوت من بعد ما تغدينا خوتي غادي نمشي دابا نطلع عند الدراري لور نطلع عند مروان غنوري واحد الفيديو نشوف شنو غايقول ليا غندير ليه واحد التحدي الخوت خليكم معنا وصافي خوت ثاني كلشي بخير هانتوما كما تشوفوا كنا كنتفرجوا في واحد الفيديو انا وفيه مروان ودرنا واحد التحدي شحال هادي لواحد الدري وداك الدري ما قدرش يقطع المهم داك التحدي ما قدرش يقطع انتوما تشوفوا قال لك هو غيقطع غنديروا معاه دابا التحدي هو نشوف واش غيقطع ولا ما غيقطعوش لا قال لي غنقطع ما كاينش الله اعلم قال لي غنقطع يلاه ماشي كوك سرح صباعك كوك زد يدك هانتوما خوت هكا درنا التحدي ديك المرة قالك اسيدي هو غيقطع أنا بارك عليه مكملتش ليه السكوتش خاص قطعو ماشي غتحل ليه يدك قلنا خاص قطعو قطعو لازم هانتوما شوفو هاكا خايزر 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 والله ما لويت عليها خوت كيما كتلاوي على الأولاني تنحط لكم الفيديو ديال الأولاني واحد شي لقطات منو غتشوف فوق راسكو صح يلا سيدي لا نشرح لك الكاستري لا عندي كل شيء مزيان سي ما تقطعوش بلا ما تفرع يدك لا ممكن تقطع ولا ما تبقى تعذب في يدك غير نشوف راه قنبال راك شحال والله تا قلتها له ما لويتش ليه بزاف المهم راه غنحط لكم الفيديو القديم اللي شافوه تاع واحد الصديق غتشوفوه هو حلا ولكن ما قدرش يقطع حتى بكم ما تقدرش تقطع راه ولا بحال الكورد اصاحبي هز وريهم هز وريهم شويه يلاه قطع هذاك ضربني الوجه باش اخو ساعه يلا قطع صافي استسلم صافي ما قدرتيش ها انتما كما الشوق والله الا قلتها له قلت لك لا المهم انتما شاركتوا معنا هذه الوقفه هذه تشوفوا شي لقطه راه عاوتاني فين نشدوه انا
الخوت كما كتشوفون بعد ما تغدينا وضحكنا شويه وقدرنا تحدي خويا مروان اللي ما نجحش فيه في الاخر قطعوا كيقطعوا برجلو ماشي قطعوا بيدو قطعوا برجلو داروا في الرجل وجروا بيدو وتقطع وخرج عندنا واحد التبارة حنا غادي الا كما كتشوفوا الكابل تقطع واحد الكابل غنمشيو نقطعو ودي لا اله الا الله التمارة ما كتجي في العشية خوت واحد الله التمارة اللي تابعنا المهم غادوز ان شاء الله باذن الله كي دازو الاولين يلاه حتى الا لقيت كيدير صور لكم الخوت راه غنصور لكم ما لقيتش راه ما عندي كيدير حتى دابا تمارة خاصنا نعطي الراس الخدمة وكاملين خاصنا نتعاونو باش نحيدو عندنا هاد الشهادة باش ما يشدناش الوقت في العشية ان شاء الله كاينة مروان ولا ما كايناش؟ كاينة شكون هي؟ خدمة يا الله الخوت تنصلات موت ان شاء الله هانتوما كيما كتشوفو الخوت ها البلاصة اللي قلتلكم كتهزمنا حاشاكم طراكس الزبل هي هادي هاهي قاع ضربات هادشي الكابل ديالنا فين قطعتو شتوه هاهو انا غنحركو ليكم هاهو قطعتو كامل هاهو شتوه وهادي هي تمارة الخوت غنحطو حنا دابا الكابل من ديك الجهة لهي جهة الفيلات وغنمشي تا لحدا الطونوبيل اللي فين كتبلاصي المهم الا لقيت كيفاش غنصور لكم الخوت راه غنصور لكم ما لقيتش راه غادي نحطو هادشي حيت ما عندناش كنديرو ما كاينش اللي غيصور وما كاينش كيدير تحط التليفون في الارض المهم خليكم معنا حتى الاخر ونشوفو شنو كاين لا صورت شي حاجه راه نلوحها لكم ما صورتش غنقول لكم النتيجه في الاخر شنو كاين يلاه تهلاو ليا فراسكم الخوت هانتوما الخوت كما كتشوفوا دابا سالينا حطان الكابل البلاصه اللي وريت لكم قبيله فين كان مضروب الكابل ها هو راه درقناه حطينا كابل جديد درقناه وقادينا كلشي بقالنا دابا الراكورد هما غنمشيو عند الدراري اللي راه كيبريباريو باش نبداو ايوا هادشي اللي عطا الله الخوت هذا كانت تمارة وحق الله شوفوا اللي دينا وكانوا عامرين بالغيس كثر من هكا ما كانش عندنا كيفاش كيفاش نصور لهذا قلت لكم كما قلت لكم قبيله حنا عاد ثلاثه الدراري ما عندناش كيفاش نريقلو ها الكابل كما كتشوفوا هنايا ها هو وصلنا لهنايا الساعه ديال الغادي راكوردي المسار خليتو ليه ايوا نتحاماو على هادشي دابا الخوت نحيدو علينا باش نمشيو بحالنا راه مشى الحال يا الله تهلاو ليا فراسكم حتى نتشوفو نتا هانتوما الخوت كما كتشوفو حنا سالينا الخوت وغادي نحالنا وعينا بزاف شحال الساعة دابا مروان؟ 5:45 تأخرنا بربع ساعة هانتوما خوتي كما كتشوفو انا وصلت للدار الخوت دوشت وقصيت شوية وصليت الله يتقبل المهم هدا هو لاخر الفيديو كنتمنى الفيديو عجبكم الخوت ودعموا خوكم وهادشي اللي كاين الخوت صراحة عييت وحق الله تنقول غير نحط راسي رتاح المهم خليكم دابا ان شاء الله فراسكم اللي كيتفرج في الصباح صباح الخير اللي كيتفرج في العشية مساء الخير والصباح على خير ان شاء الله فراسكم اخوتي حتى الفيديو جديد ان شاء الله